والنهارده الكابتن فاروق يكمل على الفرقه وعلى النادي، وطارق يحيى يهيل التراب على اللعيبه وعلى النادي، وخالد الغندور يسودها على اللعيبه وعلى النادي. اي حب ده يا جماعه؟ اي حب لما تحب النادي مع مرتضى تدمره، ولما تحب النادي مع اللجنه اللي بتنقذ خراب مرتضى تدمره؟ انت مع مين بالظبط؟ وانت كنت تقدر تطلع لو مرتضى منصور دلوقتي كان زمانك طلع تسب في محمد عادل وتشتم في الخطيب وتشتم في الاهلي وتودي الناس في حته تانيه على كم حدش يتكلم عن التعادل بتاع وادي دجله. مش هو ده خالد الغندور يا جماعه اللي قعد يتريق على الاهلي لما تعادل مع وادي دجله؟ هو ده خالد الغندور ولا مش هو؟ وقتها انا قلت له ايه؟ خليك في ناديك، الزمالك عظيم والزمالك كبير، الزمالك عظيم والزمالك كبير. مش هو ده اللي كان قاعد يتريق والاهلي كان ليه ضربه جزاء صحيحه بتاعت بكم؟ النهارده وادي دجله ليه ضربه جزاء صحيحه، وانا مش هتكلم في التحكيم، وضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك صحيحه، ولكن مفيش حاجه هتيجي تقول ما في ظلم. بص اسمع، لو انا اللي قلت الكلام ده كانوا علقوني المشالق. اسمع يا بيه اسمع، قول ده قد يكون عقاب. أنا بقول ده قد يكون عقاب من ربنا سبحانه وتعالى للعيبة، لأنهم امتنعوا عن، أنا سمعت، أنا معرفش، مش محدش امتنعوا عن حضور التدريبات أو إنهم ينزلوا التدريب لوجود حاجات مادية ليهم، ده كلام فاضي. نادي الزمالك أكبر من أي حد. عمرنا في حياتنا إحنا كلنا كنا بنلعب، كان فاروق كابتننا وجمال معايا لعب، أنا مرنته ولعب بعدية، وأنا نفس الكلام وأنت خالد نفس الكلام. عمرنا ما قلنا مش هننزل عشان معيش فلوس او محتاج فلوس او معي، لا انا مش بحب اضرب مثل بحد يعني، لكن النادي الاهلي مشي منه 60% من قوته الموسم اللي فات. بكلمك جد، احمد فتحي، عبد الله السعيد، رمضان مين تاني يا كابتن؟ وشريف اكرام، وهم موجودين ما عرفوش ياخدوا افريقيا بالظبط، والاهلي كسب افريقيا وكسب يعني ما بتقفش على حد. قعدت سنتين كاملين او ثلاث سنين اقول هيسيب النادي يشحت، يقولوا لي بتهد النادي يا متآمر، هيسيب النادي مدمر، يقولوا لي عايز يمن الزمالك، واللي كان تشتغل والقبيضه يقبضوا والمرتزقه يدفعوا والدولارات تتوزع والجنيهات تروح للبيوت بالالاف. النهارده بيقولوا كلامي اهو، النادي بيشهد، النادي بيشهد. بدل ما كنت تتكلم يا طارق يا يحيى انت وفاروق جعفر وخالد الغندور، مع كل الاحترام للكابتن جمال حمزه المحترم اللي انا بحييه لانه الراجل كان صامت، هيقول ايه جمال حمزه ايام مرتضى راجل محب للزمالك، ودلوقتي مش محسوب غير على الزمالك. ما فيش مره جمال حمزه قال كلمه ضد حد، لا في وجود مرتضى ولا بعد مرتضى. انا بتكلم على دول اللي قالوا ما ينفعش حد يعمل غسيل سمعه. انا قلت لكم انا اعد لكم زي العمل الردي، مش هسمح لواحد فيكم ان يعمل غسيل سمعه. انتوا دمرتوا الزمالك، ما ينفعك انتوا تيجوا تدافعوا عن الزمالك، ما ينفعك تعملوا غسيل سمعه على حساب الزمالك وجماهيره، ما ينفعش مهما تعملوا. انا اعد لكم زي العمل الردي، ساظل ادافع عن الزمالك لاخر يوم في حياتي واكشفكم لاخر يوم في حياتي. لا يمكن ان انا اسيبكم تضحكوا على الناس. انت النهارده كان يقدر فاروق جعفر وطارق يحيى وخالد الغندور النهارده يقدر يطلع يتكلم يرد على مرتضى منصور والكلام اللي قاله قدام المحكمه. النهارده الحكم التاريخي، النهارده المفوضيه العليا لجنه المفوضين النهارده اوصت في تقريرها للاداريه العليا برفض كافه الطعون اللي مرفوعه من مرتضى منصور وهاني زاده على حكم المحكمه الصادر بصحه قرار الوزير بتجميد مجلس مرتضى منصور. النهارده الاداريه العليا رفضت كافه الطعون، والمفوضين اوصت بعدم قبول كافه الطعون واعتبار قرار رحيل مرتضى منصور ومجلسه اعتباره ايه؟ اعتباره
كأن لم يكن لا تقبل الطعون والقرار سليم بتاع التجميد وكل الأحكام اللي صدرت صحيحة. قلت لكم مش هيرجع تاني، عمر الزمان ما هيرجع تاني، وقول الزمان ارجع يا زمان، وخلاص دخل التلاجة وبيستعد يطلع على تراب الغفير، مش هيرجع تاني. وهيئة المفوضين النهاردة نهت كل حاجة. كان يقدر يطلع خالد الغندور يرد على اللي قاله مرتضى بعد وكسته بالحكم اللي طلع النهاردة وقرار هيئة المفوضين؟ لا، اهو النهاردة طلع يشتم ويتكلم عن موضوع سبورتنج لشبونة وشيكابالا. طب ما انت سبورتنج لشبونة وشيكابالا احنا قايلينه من سنتين، وانت وهاني زاده طلعتوا كذبتوه. يقول لك اشمعنى طلع النهارده؟ لا كذابه الاشر، من قال لك انه طلع النهارده؟ طلع من سنتين، وانت اللي قلت ما فيش حاجه، وانت اللي كذبت على الناس، وانت اللي ضللت الناس. يقدر يطلع خالد الغندور النهارده كان يتكلم على سيده؟ لا، يتكلم على اللواء موسيقار عماد عبد العزيز الرجل المحترم. يقدر يقول يا جماعه اللي حصل لنا ده، لان لغايه دلوقتي مرتضى ما اتحكمش ولسه المظالم ما رجعتش للناس. يقدر يقول يا جماعه الناس اللي ظلمها مرتضى رجعوا لها عضوياتها والموظفين رجعوهم للشغل عشان ربنا يكرمنا. يقدر كان يرد على مرتضى منصور النهارده خالد الغندور؟ لا، يطلع يدمر اللعيبه. وطارق يحيى يقول لك ما يدوش التمرين، وفاروق جعفر يقول لك ما يلزموناش، وخالد يقول لك نلعب بالناشئين، والنهارده شتموا اللعيبه ومسحوا بكرامتهم الارض. طب مش هم يا جماعه الثلاثه دول اللي كانوا قاعدين يمسحوا ويلمعوا ورنيش لمرتضى منصور؟ وكان النادي اعظم نادي في التاريخ، واللعيبه دي احسن نادي في التاريخ جايبها امير مرتضى ومرتضى منصور. في يا جماعه؟ يا جماعه ده اللي بيتكلم فاروق جعفر يا جماعه، ده اللي بيتكلم الحاج طارق يحيى يا جماعه، ده اللي بيتكلم خالد الغندور يا جماعه. حد فيهم يقدر يقول الكلمه اللي انا قلتها؟ ساسي لا يستحق هذا الضجيج ولا يستحق انه يلعب في الزمالك؟ يقدروا يقولوا الكلام ده يا جماعه؟ ما يقدروش يا جماعه. دول اعداء الزمالك، دول اللي بيأجروا علينا الناس على كان يفضلوا هم بوق الباطل ولا ينطقون كلمه الحق ابدا. انا طلعت وانا تعبان وانا عيان اقسم بالله، عشان حرام انهم دول. ازاي قناه الزمالك تدمر النادي بالشكل ده؟ ازاي قناه الزمالك تعمل ده؟ ازاي يبقى على قناه الزمالك يا جماعه الناس بتهاجمنا عشان نقول اتعلموا من الاهلي افضل نادي في افريقيا، ونيجي نقول ايه؟ مع كل الاحترام للزمالك اقول لك ايه؟ ما تحطش الزمالك بجمله مفيده. كيف تسمح اذا لقناه ناديك انه يقعد يتعامل فيها اللي بيتعامل ده؟ ماتش تعادل وانت على القمه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عايز افهم. وانت راكب المباراه تعمل ليه كده وتدمر الفرقه ليه؟ تدمر النادي ليه؟ ولصالح مين؟ وانت بتضحك على مين؟ انت صاحب مؤامره بيع التيشيرت بتاع ساسي واهنت النادي، انت اللي طلعت الست وفضحت النادي انه بيشحت، انت اللي قاعد تهيل التراب على النادي، انت اللي دمرت النادي مع مرتضى منصور. وبعد ما مشى مرتضى منصور انت شغال كل حاجه، انا اسف، الفسله يا اخي، الفاسيه في النادي بتطلعها على قناه الزمالك، وتيجي الناس تهاجمنا احنا. طب امال سايبين بتوع قناه الزمالك دول يعملوا ايه؟ بيعملوا ايه بتوع قناه الزمالك دول يا جماعه؟ بتوع قناة الزمالك دول بيعملوهم السبيل ليه يا جماعة؟ أهو بص بص يا بيه، جاءني الآن أحمد حسام ميدو، مستحيل أن ترى هجوم من قناة أي نادي كبير على لاعبيها بعد أي تعثر. هجوم قناة الزمالك الرسمية على اللاعبين وباتشيكو في هذا التوقيت يفتح النار على الفريق. مع احترامي الكامل للكباتن اللي ظهروا في قناة الزمالك، غير صحيح الهجوم على الفريق في قناة النادي الرسمية. ميدو المتحدث الرسمي بتاع بيراميدز قلب دلوقتي متحدث رسمي للزمالك. لك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك. أنا هوا يا باشا، أخلص وأكلمك. أنا هوا على اليوتيوب عيان جدا والله، بس كان النادي بيتدمر، قناة الزمالك بتدمر نادي الزمالك. أنا كويس والله، واخدت مسكن وطالع وأخلص وأكلمك. سلام.
اهو ميدو اهو قلب الراجل من متحدث رسمي باسم بيراميدز لمتحدث رسمي باسم قناة الزمالك. اهو بيقول لك انقذوا قناة الزمالك من اللي عليها، الناس اللي عليها بيدمروا نادي الزمالك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اين حمرة الخجل يا فاروق يا جعفر؟ اين حمرة الخجل يا طارق يا يحيى؟ اين حمرة الخجل يا خالد يا غندور؟ فين حمرة الخجل؟ فين حمرة الخجل؟ انتوا ايه؟ ما عندكمش احساس؟ انتوا ايه؟ النادي ده ما بتحسوش بيه خالص؟ ما عندكمش رحمة بالنادي واللي فيه؟ عكم بس جماهير الزمالك تعرف من صاحب كلمة الحق وكلمة الباطل. ما ارجع لكلامي عكم بس ترتاح، ما بقولكش كلام غلط، ارجع لكلامي. خالد الغندور من 4 أيام لما قال لك ايه؟ قال لك احنا قناة سقفنا عالي، احنا بننتقد باتشيكو، غيرنا ما يقدرش يقول كده على موسيماني على قناته. انا رديت قلت له ايه؟ قلت له انت مش فاهم، انت لو فاهم ما كنتش قلت كده. انت ما ينفعك اصلا لا تنقد فرقتك ولا مديرك الفني على قناة النادي، لانك انت حتى لو الفرقة وحشة انت تحارب يعني قناة الاهلي. كل الناس من امبارح بتنتقد موسيماني وتنتقد فرقة النادي الاهلي على الاداء السيء للاهلي امام الطلائع واسوأ مباراة للاهلي. عارف قناة الاهلي شغالة تقول لك ايه؟ تقول لك يا جماعة قفلنا الصفحة ونبدأ من جديد ومش عارف ايه، وبتنصر موسيماني وبتقف جنب موسيماني، لان السياسة بتاعتها كده، هي لا تنتقد، هي تقوم وترد على اي حد بينتقد حتى لو كان اهلاوي. لكن انت مش فاهم، فين حمرة الخجل؟ فين حمرة الخجل يا راجل؟ يا راجل اللي قاعد تعمل تحفيل كل ما الاهلي يتعادل ونقول لك الدنيا بتلف وتدور عليك وما بتصدقش. يا راجل اللي قاعد تحفل على فرقتك، في قناة نادي تحفل على فرقتها، في قناة نادي تفضح لاعبتها، في قناة نادي تمسح بالمدرب بتاع فرقتها الارض. طبعا انت ولا يهمك ولا ليك علاقة، انت اهم حاجة سيدك يبقى راضي عنك، سيدك دلوقتي نايم مبسوط في البيت، سيدك دلوقتي نايم مبسوط في البيت عشان النادي بيخرب وبيتدمر. رد المظالم يا عماد بيه، محدش هينفعك لا انت ولا لجنتك، كله متآمر عليك وعلى النادي. قناة بنيت على باطل ولا تعبر عن صوت الزمالك ولا الزملكاوية، قناة طلعت للسب والشتم وإهانة الناس، قناة هتكت الأعراض وتسب عليها الأمهات، قناة اتنجست بصوت راجل ملعون مجمد شيطان رجيم قضى عليها وغير الأفكار وخلى كل اللي شغالين فيها ما يحبوش حد غير نفسهم والمال والفلوس. يا جماعة انسفوها زي ناس في حمامك القديم واعملوا لها سياسة جديدة وهاتوا لها ناس تعرف قيمة الزمالك وتدافع عنه. انسف قناتك القديمة واصنع قناة جديدة يا عماد بيه، كفاية ايد مرتعشة، قناة صنعت فتنة ودمرت كل شيء ولا تعبر عن صوت الزملكاوية. انا النهاردة مع نادي الزمالك، انا النهاردة مع فرقة نادي الزمالك، انا النهاردة مع باتشيكو. كان في سوء حظ يحتاج الى انك ترجع المظالم للناس، اكن ربنا يديلك التوفيق. لكن الزمالك لعب مباراة حلوة جدا، وقدام تونجيس السنغالي لعب مباراة حلوة جدا، والزمالك النهاردة يفوز على وادي دجلة 2-3 ويفوز على بطل السنغال 3-4-5، ولكن ربنا مش مدي التوفيق عشان الإدارة السبب. ردوا المظالم عشان تتوفق الفرقة. أقسم بالله وما أنا حانس في اليمين، الزمالك من أقوى الفرق في هذه النسخة، وأنا قلتها وأقولها تاني، 3 فرق مش هتطلع براهم هذه البطولة. الأهلي، الزمالك، سيمبا التنزاني والأيام بيننا، 1 من دول بطل هذه النسخة. الزمالك من أفضل الفرق في هذه النسخة. الزمالك يفوز على بطل السنغال، والزمالك على فكرة هيفوز على الترجي بره، والأيام بيننا واحفظوا كلامي.
لكن انها تطلع قناة تتأمر على النادي بهذا الشكل. يا راجل يا راجل تنا اقول لك ايه بس، انا عارف ان امام عاشور كان سهران، عارف ان امام عاشور كان سهران، قديم بقول لك اهو على مسؤوليتي، امام عاشور ما نامش كويس وسهران ودخ في الملعب عشان مش نايم كويس. لكن انا لو على قناة الزمالك ينفع اطلع اقول المعلومة دي؟ لو قلتها بمتآمر. لكن بعد اللي انت قلته انت اهدرت دم كل حاجة. مرتضى نسف موارد النادي وحط الناس في أزمة والنادي بيشحت، وقضى على مبادئ النادي وخلاكم تكرهوا النادي وما تحبوش غير نفسكم. مين اللي نصحكم انكم تقولوا الكلام ده بعد الماتش؟ مين اللي نصحكم انكم تدمروا النادي بعد الماتش؟ مين؟ حرام عليكم، حرام عليكم، قعدتوا تضللوا جمهور الزمالك العظيم وتقولوا له عبد الناصر زيدان بيهد النادي وبيقضي على النادي، وتقولوا ظلم وبهتان. ربنا النهارده بينصر عبد الناصر زيدان وهو عيان طالع وانا مريض عشان ادافع عن الزمالك. من مين؟ من فاروق جعفر وخالد الغندور والبيطري افندي يحيى.